هذه هي منطقة باب الهوى أو ما يقابلها من الجانب التركي منطقة جيلفا كوزو. إلى هذه المنطقة تتوافد منذ الساعة 7:30 صباحا مئات الأسر السورية الراغبة بقضاء إجازة العيد داخل الأراضي السورية. البوابة المشتركة بين الجانب السوري والتركي تبعد عن هنا 2 كيلومترين. لا نتمكن في الوقت الحالي الوصول إلى البوابة بسبب نظام الحجز الجديد الذي حددته إدارة معبر باب الهوى، والذي يخول الراغبين بقضاء إجازة العيد داخل الأراضي السورية بتحديد وقت الذهاب والإياب عبر نظام الحجز الإلكتروني. يمكن للراغبين بقضاء إجازة العيد في سوريا العودة في تاريخ 26 من الشهر القادم، وتمتد نهاية العودة من الإجازة إلى ما بعد العيد الأضحى. أيضا في بوابة أنجو بينار أو معبر السلامة هنالك مئات الأسر التي تصل إلى تلك البوابة لبدء دخولها إلى سوريا بالتنسيق مع الجانب التركي. المسافة التي ذكرناها ما بين هذا الحاجز والبوابة المشتركة بين الجانبين السوري والتركي والتي تقدر بكيلومترين 2 ستقطعها الأسر السورية مشيا على الأقدام مصطحبة معها الحقائب السفرية، بالتزامن مع منع الجيش التركي للعربات والحافلات بالوصول إلى البوابة بسبب التشديدات الأمنية المتخذة في هذه المنطقة، خاصة مع بداية الازدحام الذي تشهده المنطقة في هذه اللحظات. الجميع هنا يتحزم ويؤهب نفسه للدخول وقطع تلك المسافة المذكورة للدخول إلى الأراضي السورية وقضاء إجازة العيد بين الأهل والأحبة. مصطفى جمعة، تلفزيون سوريا، من معبر باب الهوى، جيلفا كوزو، الحدود السورية التركية.